والله قلت صراحة فاجأنا بخبر وفاة دكتور هلال. هذا الإنسان، الإنسان المخلص، إنسان نبيل. في الأيام اللي كانت كثير يعني يغادروا وكانوا معتكفين في بيوتهم، وكان فتح العيادة تاعو ولا يتقاضى أجرا على كل ما تقدم إليه للمساعدة. ربي يرحمه وربي يوسع عليه وربي إن شاء الله يصبر أهله وذويه.